cugina. الكوجينة. في الكوجينة معنا مدام نعيم، أهلا وسهلا. أهلا عسلامة، مرحبا بيك. يعيشك، شنو أحوالك يا للا؟ الحمد لله لاباس. أمورك طيبة؟ مريقلة لاباس الحمد لله. فما مكلبينا اليوم؟ اليوم إن شاء الله عنا كبدة بالقلاية باللحم والكبدة. قلاية جبت لنا العيد الكبير وجيت قلاية باللحم والكبدة. أنا الحق مانيش من محبين اللحم العلوش. أما ما يسالش خليك تشوفها معاك. اي نعملوها حتى في العروسات راهو عندنا. بيان سور بيان سور، من الاطباق التقليديه التونسيه 100% القليه. اي تقليديه تقليديه، عندنا في نابل ودار شعبان تقليديه قاعده. اي نحب ناخذوا الحم والكبده. اي نفوحوه، نحطوا له حشاك ليدان والكركب والفلفل الاكحل والفلفل الملح فلفل زينه. نفوحوه بالقدا، نصبوا الزيت في الكوكوت ولا في اللي مش طيب، مشنشن الزيت ونصبوا عليه اللحم ونزيدوا شوية ثوم نقليه بالقداء بالقداء، ونمرقش برشا مرقة خفيفة بالماء سخون بعد ما يتقلى. أنا طيبوها بلاش طماطم، هذه القلاية تعمل الركروك هي ما غير ما تستحق الطماطم. ونعملوا لها شوية زعفران بالزهر. ولا شويه زعفران معناها وزهر باش نفوحوا بيه، معناها خاطر برشا نوبليه طيب من الزهر. زعفران وزهر نفوحوا بيه طيب، مش حبر كاستي مش برشا. كاستي صغير. نقليه ونمرقوا بالماء سخون طريف طريف، نمرق ما نصبولهاش برخه طريه قليله. معناها كل مره تصب شويه، ما تصبش الكل فرد فرد لحم. حتى انك تطيب اللحمه وتشنشن في زيتها. تاكل ونودك ولا نشهيك، صحة وبالشفاء للمستمعين الكل. هاي واللي يحبوا القلاية واللي يحبوا اللحم العلوش مع تابونة هكا ديري، تابونة عربي حاجة بنينة تعمل 66 كيف. يا لالا نعيمة يعطيك الصحة. شنو فطورك اليوم؟ خلنا نشوف معاك شنو طيبت اليوم الفطور يا مدام نعيمة؟ أنا طيبت كسكسي باللفت مرشاة. اي صحة وشفاء، صحة وشفاء ليك، عاشة تعمل 66 كيف، صحة وشفاء لله. يعيشك يعيشك، نهارك طيب مدام نعيمة، نهارك طيب. يعيشك. يلا هذه هي الكوجينة لليوم، دونك اقترحت عليكم مقلية بالكبدة والحم العلوش، تنجموا ترجعوا ليزانغغيديون الكل تلقاوهم على نوتخ باج فيسبوك راديو كابا في. مشي طيبة ليكم الناس الكل اللي في جدينة الثنية، ردوا بيكم على رواحكم وحيدة وحيدة. سلامات، مادي ساعتين وست دقائق، يلا نمشي بالموزيكا وراجعين.